كله بهالسحر الخطير. ممكن اخد وقتك شوي؟ تفضل. فوت. ليه جاي لعندي؟ مين بعتك؟ بصراحة في واحد زعجني كثير، جيت لعندك بدي انتقم منه. قلت لك مين بعتك لعندي؟ انا من طرف احمد اللي جيت لعندك من فترة. طيب وشو عامل لك هذا الشخص؟ انا بحب وحدي وعلاقتنا كثير قوية، فجأة بنصدم وبشوف صديق عم يحكي معه وعم حاول ياخذها مني. وشو المطلوب مني؟ بدي اعمل له سحر. حكيت لعنك ام احمد وقالت لي انه انت قوي كثير وتقدر تعمل شو ما بدك. لا تحكي كثير وتمدح، قل لي شو نوع السحر اللي بدك اعمل له اياه؟ بدي شيء هيك يخليه يجن ويموت، بدي اخلص منه على الخالص. يعني بدك اعمل له السحر الاسود ما هيك؟ ليه السحر الاسود شو بيعمل بالشخص؟ السحر الاسود بخليه يقتل حاله بحاله. شلون يعني؟ يعني بالبداية بصير بتخيل اني في حدا جنبه، وبعدين بصير بسمع اصوات غريبة عجيبة، وبعدين بتتغير نفسيته وبتعب كتير كتير لحد يشنب حاله ويموت. حلو، هاد اللي بدي اياه. الك تجهز مصراتك. طيب عمو شو بتكلفني؟ بتكلفك 5,000 دولار. اوف والله كتير. لبرا بسرعة بسرعة. ليش عمي شو عملت؟ زعجتك بشي؟ انا ما حدا بفاصلني بشغلي. بدك اعطلك شخص ببلاش؟ معك حق، خلص مثل ما بتأمر، بس شو المطلوب مني هلا؟ لازم تعطيني اسمه واسم امه، واذا في صورة له بيكون احسن. اسمه جمال وعندي صورته، قالت لي محمد انه انت بتطلب صورة الشخص لهيك جبتها معي. هي الصورة. وهلا بدك تعطيني 2,000 دولار حتى بلش بالعمل. معي يورو، رح اعطيك 2,000 يورو. تفضل عمو. روح، أنا من اليوم رح أبلش شغل، وبكرة الصبح بتجي لعندي وبتجيب باقي المبلغ. تمام، شكرا لك عمو، سلام. الساعة الساعة الغضب الغضب الساعة الساعة أمركم من تحضروا باسم الملوك ميمون أبو نوح. حسنا
داخلك شو هيك يا ابو سعد؟ اعوذ بالله، شو صار هيجي؟ بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لازم اروح لعند شي شيخ، خلي يجي يشوف شو عم بصير بالبيت. Yeah.
صباح الخير عمو. اهلين يا امجد. عمو شلون عرفت اسمي؟ انا ما قلت لك عن اسمي ابدا. فوت لجوا بلا كترة حكي. جبت المصاري معك؟ ايه عمي تفضل. شو عم يطمني؟ بلشت بالسحر؟ ايه بلشت، وهلا هو راح يدور على شيخ حتى يجيبه على بيته. الظاهر من اول ليلة خوف. طيب شو عرفك انه رايح يدور على شيخ؟ شو رأيك تنقلع على بيتك وما تحكي كتير؟ اسف عمو والله بعتذر منك. روح ولا وقت تجي لعندي خالص، ولحالك رح تشوف النتيجة بعد يوم او يومين. فهمت تمام. شو عرفه باسمي؟ وشلون عرف انه جمال عم يدور على شيخ؟ لازم اعرف كلامه صح ولا لا؟ احسن شيء اراقب جمال اشوف اذا هو بالبيت ولا لا. مو معقول، طلع بالفعل رايح اجيب شيخ، شو هالساحر هاد؟ شيخي هون كان الراس هون، بس ما في شيء هون ابني. والله العظيم هون شفته في عيوني، هون كان الراس شيخي، هون هون. طيب خذني على الصالون خلينا نحكي. تفضل تفضل شيخي. انت يا ابني على الاغلب صاير معك مرض نفسي وعم تتوهم. شيخي والله ماني مرضان، عم بقول لك شفت الراس بعيوني والصبح حسيت حدا عم يسحبني من رجلي. حسبينا الله ونعم الوكيل. شيخي انت مصدقني مو؟ مصدقني. ايه يا ابني مصدقك، بس هيك حالات بتصير مع الاشخاص اللي معهم مرض نفسي. بس على كل حال راح اعمل اللي علي واقرا لك. تمام شيخي، كتر خيرك. راح اجي بكره واللي بعده، يعني لازم اقرا لك لثلاث ايام. تمام شيخي، الله يجزيك الخير. الله يسلمك. انت ساكن لحالك بالبيت؟ ايه لحالي، انا وحيد كنت عند اهلي. امي وابي عملوا حادث وتوفوا. الله يرحمهم ويحميك ويبارك فيك. تعا قود هون يا ابني. يا الله ليه هيك عم بصير معي؟ معقول عم بصير معي هيك لأنه ما عم بصلي؟ الصوت طالع من عندي من الغرفة. لك صوت بنت، لك كل حدا عم يعمل لها شيء. لازم اساعدها، لازم اساعدها. ما في حدا. من الصوت لك عم يجي؟ لك مين انتو؟ لك شو بدكم؟ لك ليش عم تعذبوني؟ يا الله يا شعر يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله.
بالضبط كنت. خلاص هذا الحبل ولفه على رقبتك. إذا لفيت على رقبتي بختنق وبموت. لا ما بتموت، بس ضميت على رقبتك بتنضغ لنا وقتها شو ما بدك بنعمل لك. طيب ماشي. صاير معه شيء؟ أحسن شيء أتصل بالشرطة. راح أدمر العالم كله. مثال أنا نعم كلامة بيّن سيدي يا لطيف. لا إله إلا الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. افحص البيت وخذ البصمات. حاضر سيدي. عمليات عمليات، بعثوا لنا سيارة صعبة على الموقع بسرعة، وفريق لرفع البصمات بسرعة السريعة. وين أهله هذا؟ ماله حدا؟ إيه ماله حدا، امبارح تعرفت عليه. جابني أقرأ له القرآن وحسيت معه مرض نفسي. قلت له رح أجي لعندك ثلاث أيام أقرأ لك القرآن. جيت دقيت عليه الباب ما حدا رد علي فاتصلت فيكم. تمام حضرتك رح تروح معنا على الفرع مشان ناخذ افادتك. تمام سيدي. وين ملك شي؟ ادهم انا نازل اشوف جيرانه. تمام سيدي. أهلين تفضل. أنا العقيد طارق من أمن الجنائي. أهلين وسهلين. بدي أسأل عن جارك اللي ساكن فوق، شو بتعرف عنه؟ والله ما بعرف شيء، يعني ما في خلطة بيناتنا. طيب حدا جا لعنده اليوم؟ والله ما بعرف، بس خير شو صاير؟ شفناه مقتول. شو؟ مقتول؟ طيب في له شيء مشاكل سابقة؟ أو في له عدوانية شيء مع حدا؟ كمان ما بعرف سيدي، بس إيه تذكرت من كام يوم جي لعنده واحد وكان عم بيقتله. ومين هذا الشخص اللي اجى عنده؟ ما بعرفه بس يمكن اسمه امجد. طيب مشكور. نعم سيدي. انت امجد؟ ايه انا امجد. انت امجد؟ ايه. مشي معي. خير مين انتو؟ ولك لولاك. مشي. ايه يا سيد امجد، احكي لي شلون قتلته لرفيقك جمال. سيدي شلون قتلته؟ ما قتلته والله العظيم، ما قتلت حدا. بدون كذب احكي مشان ما ارجعك على الكهرباء. لا سيدي كرمال الله كل شيء الا الكهرباء. احكي لك. رح احكي سيدي والله العظيم ما قتلته،
بس رحت عند الساحر وعملت له سحر. ساحر كمل. بالله شوف وين مكان هذا الساحر. بعرف مكانه سيدي، انا بدلكم عليه بروح معكم. ما حدا عم يفتح. تعال اخبار الباب. سامر مع البيت وتشوف لي مين هاد الحيوان اللي عم بيأذي الناس. هذا سيدي. هذا سيدي. جيبوا هاد. جيبوا فاكرين حالوا الأذكياء. مالن عرفانين مين علونين. حلو هالبيت كويس، تحليت بيت جديد، صاحبه كان كويس. احضروا يا ملوك الأرض السفلية ولبوا طلبي هذا، لبوا طلبي هذا باسم أمجد ابن سمر. توك زهرم ما بحكي معك. زهرم يا حرس يا حرس دار العقيد طارق بسرعة. شو هاد؟ ما بعرف، دخلت احط له الاكل لقيته مقتول، مع اني طول الوقت في حراسي على الباب ما حدا دخل لعنده ابدا. معقول؟ خذها على المشرحة، من هون لساعة بدي تجيب لي تقرير، بدي اعرف شلون مات. حاضر سيدي. وهي خلصت منك يا أمجد يا حيوان، عشان تعرف تتشاطر وتروح تجيب لي الشرطة. I'm
العهد؟ كان اتفاقنا بطال على المكان الحصن، وهون المكان الحصن وعقابك الموت. بس الصالون جوا محصن او كل البيت؟ لو كان الصالون بضم البيت وانت خسرتنا لازم تموت. موت؟ مهما كانت قوتك قوتنا اعظم.